دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تك ورا تك 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 العوافي من ديمقراطية. المؤتمر الصحفي للوزير غازي العريضي وموضوع إعادة أحياء جلسات الحكومة المستقيلة وبيان الجيش السوري الحر عن وجود مقاتلين تابعين للتيار الوطني الحر بسوريا مواضيع ثلاثة بديمقراطية اليوم. العوافي للوزير غازي العريضي. العوافي. ما رح نفوت بتفاصيل مؤتمرك الصحفي اليوم، لكن خلاصة كلامك بتقول انه وزير المالية محمد الصفدي هو المسؤول عن كل اللي صار الاسبوع الماضي بالطوفان. 100%. لو حول اموال لوزارتي لتنظيف المجاري المائية قلنا تجنبنا هالكارثة. بس قال لي ما في مصاري يا غازي الا ما توقع لي على كم مخالفة وتغض النظر. لكن هو رد عليك وقال انه كل اتهاماتك لإله ما إلى اساس وحملتك ضده سياسية بامتياز وما رح يعطيك مصاري على ذوقك ومثل ما بدك. فشو ردك على الصفدي؟ ردي واحد، بكرة المساء جاي أليكسا على لبنان واذا الله راد رح تلمه كل صفدي هالقد من الحزمية، من الزوق، من طرابلس، من جل الديب، من سيسين وطوطيا ولقوز وصبيدي وعرموط والحوط واخو ش... عصب عصب معالي. شكرا، ومنبقى مع الحديث الدائر عن احتمال إعادة أحياء الحكومة المستقيلة وعقد جلسات لمجلس الوزراء. فكيف بفسر تمام بيك سلام هالخطوة لو صارت؟ تيك تك 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 تك. ألو يا دولة الرئيس بري، أرجوك حاول تقنع الرئيس نجيب ميقاتي ما يعقد جلسة لمجلس الوزراء، أرجوك إذا عقدها كارثة علي. رح حاول يا تمام بايك بس ما بوعدك إني بنجح. ألو وليد بايك، يبدو إنه الرئيس ميقاتي ناوي يعقد جلسة لمجلس الوزراء المستقيل. إيه نعم، الأجواء بتوحي بهالشي. أرجوك يا وليد بايك حاول تقنعه بلاها، كارثة مصيبة إذا عقدها. بحاول لكن ما بوعدك. يا حج محمد دخيلك دخيلك، قلو لنجيب بايك ما يعقد جلسة لمجلس الوزراء. أو أنت شو زعجك بالموضوع؟ أنا؟ ولو معقول ترجعوا تحيوا حكومي ميتي وأنا اللي مفترض فيه شكل حكومي؟ طيب إذا هيك نصيحتي إلك روح لعند دولة الرئيس ميقاتي وقلو إنك بتعترض على عقد الجلسة. أوكي رح روح. مرحبا نجيب بايك، أنا جاي إلك إني بعترض وبحتج على عقد جلسي لمجلس الوزراء المستقيل، عم بتخالف الدستور إذا عقدت وعم تستهدفني لإلي. فات الأوان، عقدت وخلصت. قضيت علي يا نجيب. بعد الإعلان، التيار الوطني الحر يقاتل في سوريا. تيك تك تيك تك تيك تك. من تابع ديمقراطية، بيان صادر عن الجيش السوري الحر اليوم بيقول انه التيار الوطني الحر ارسل مقاتلين عونيين لسوريا للدفاع عن المناطق المسيحية. صحيح او مش صحيح؟ منشوف سوا هالمشهد بالرابية وبكرة بشوفكن. تيك تك تيك تك تيك تك. مرحبا جنرال. أهلا سليم. أهلا إبراهيم. جنرال شو هالبيان اللي طلعوا الجيش السوري الحر؟ مزبوط إنه الطيار الوطني الحر عم يبعث مقاتلين على سوريا؟ إبراهيم مزبوط، بس أنا ما خبرت حدا. ولو جنرال، نحن أقرب الناس إلك، ما منعرف إلا من بيان صدر بالإعلام. ما كان بدي شاوشر الخبرية لأنه الأشياء الأمنية بتنجح أكتر إذا بقيت سرية. طيب جنرال، إنه قادرين نحنا نعمل شي عسكريا بسوريا؟ قادرين وبس، صرنا مروحين شي 50 قتيل من داعش وجبهة النصرة. 50 قتيل؟
نعم، ونحن بعتنا فرد عنصر من عنا على سوريا، فرد عنصر روحنا 50 من هوديك. يا لطيف، ومنو هالعنصر الفاحل جنرال؟ جيلبرت زوين. جيلبرت؟ ايه، بعتها على الألمون، من وصلتها خطفوها جميع داعش وجبهة النصرة وبلشوا يحققوا معها، فسقطلوا 50 قتيل لحد هلا. كيف؟ فقع فقعوا تيقدروا ياخدوا من كلمة وفشروا. هي هون ما بتحكي، بدأت تحكي بالألمون؟ آخ آخ، لو عنا شي ثلاثة مثل جيلبرت كنا قضينا عن نصرة وداعش. دوما دومتك دوما دومتك أحلى برنامج من دون شك، دوما دومتك دوما دومتك بيحكي الحقيقة من دون عك، دوما دومتك دوما دومتك لغز السياسي عنده الفك، دوما دومتك دوما دومتك بيحكي بجرأة ولا مرة لك، دوما دومتك دوما دومتك بننطر وقت وتيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك ورتك تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك.